سيدي الرئيس، شكرا لكم على تلك الكلمات الطيبة، وأقدر ذلك الوقت الذي قضينا معا في وقت هام مثل هذا أن نتحدث معا حول الموقف الآن. وأشكرك على ما فعلته في الضفة، ونصدق ونرى أنه لابد من توفير المساعدة الإنسانية إلى غزة، ولدينا دور هام مع مصر للتأكيد على مرور تلك المساعدات إلى غزة، وأنتم تستحقون كل الشكر على هذا الدعم الذي تبذلوه. أود أيضا أن أشارك معك أفكاري حول ما فعلته حماس، وأعلم أنك تتفق معي على أن ما فعلته حماس كان أمر إرهابي، وكل تلك الأشخاص الذين قتلوا من الأبرياء لم يجب أن يقتلوا، وكذلك الفلسطينيين هم ضحايا لما فعلته حماس. أود أيضا أن أشارك معك رؤيتي بالنسبة للفلسطينيين، ما يمكن أن أفعله ليعيشوا بكرامة، وهذه من المواضيع التي سأناقشها معك، ويكون لدينا فرصة للحديث أكثر عنها.